انا اسمي احمد. تمام. لا انا دكتور مختبرات، خريج مختبرات طبيه من السودان. والله هي التسهيلات كلها هنا في معبر المعبر المصري. بصراحه الضباط يعني من اول المعبر احنا جينا مشي، احنا خلينا الباص بتاعنا هناك. طبعا جينا مشي والضباط عاملونا بصراحه بكل رقي بكل احترام، دخلونا قالوا اللي معاه اثبات بس اللي هو مصري تمام يخش يعمل وثيقه سفر، اللي معاه جواز بيخطبوا له ويمشوا على طول. لكن الحمد لله يعني غير الضباط المصريين هم سهلوا لنا، ما كناش هنطلع الا لحد بعد بكره، لكن الحمد لله وشكرا. طب شايف اخبارك الوضع ازاي؟ كان صعب ده الوضع صعب، الوضع صعب جدا جدا جدا، الوضع صعب لدرجه ان احنا كنا بنسمع ونشوف الضربات فوق راسنا. وضع صعب ان احنا جرنا في واحد جارنا مات وجت عليه ده. انا